مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من العاصمة السودانية الخرطوم، والتي نرصد فيها التطورات الحدودية بين السودان وأثيوبيا. ففي تطور غير مسبوق، استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى أثيوبيا جمال الشيخ. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريح للجزيرة مباشر إن الخارجية استدعت سفيرها بأثيوبيا لغرض التشاور في ملفي سد النهضة والحدود. تأتي هذه طبعا التطورات على خلفية التطورات الحدودية بين السودان وأثيوبيا، وفيما يتعلق كذلك بملف سد النهضة. حول هذه التفاصيل وحول هذا الاستدعاء نسعد بأن يكون معنا على الهواء مباشرة عبر شاشة الجزيرة مباشرة الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مجدي عبد العزيز. أهلا بك أستاذ مجدي. مرحبا محمد، ومرحبا بمشاهدي الجزيرة. الله يحييك أستاذ مجدي. على خلفية هذه التوترات الحدودية وسد النهضة، في تطور غير مسبوق، الخارجية السودانية تستدعي سفيرها جمال الشيخ، ماذا يعني هذا؟ محمد، كما هو معلوم أن في العرف الدبلوماسي أن الاستدعاء السفراء هو تعبير ودرجة من درجات التعبير عن عدم الرضا من سياسات أو أنشطة من الدولة للدولة التي يعتمد فيها السفير. على إثر هذا الاستدعاء، هو أو أساس هذا الاستدعاء هو قائم على شيئين. الشيء الأول هو مزيد من التصعيد الذي تقوم به أثيوبيا الآن في الحدود السودانية الأثيوبية، والاعتداءات مثل ما حصل في جبل حلاوة، وكذلك التطورات سد النهضة بالإصرار الأثيوبي على الانفراد الأحادي بقرار ملء السد، الملء الثاني للسد في يوليو القادم. السودان يتحدث عن أن ما يحدث على الحدود هو انتشار طبيعي داخل أراضي، في المقابل تقول أثيوبيا بأن السودان تغول على أراضيها. برأيك لماذا هذا التصعيد من أثيوبيا، مع أن السودان يتحدث عن اتفاقيات ويعني مذكرات تم التوافق عليها بين البلدين، ويتحدث عن تعليم، تبقى التعليم فقط على الحدود ورسم العلامات؟ نعم، أثيوبيا الآن تعيش وضع داخلي معقد جدا، وضع تداخل فيه المصالح القومية، مثل ما تتحدث الآن الأخبار عن أن قبيلة الأمهرة تحديدا هي من تقود الحكومة الأثيوبية للمواجهة مع السودان، بادعاء أن هذه الأراضي متاخمة لقبيلة الأمهرة، وكل المزارعين الذين كانوا يستغلون في الوقت السابق هذه الأراضي هم من هذه القبيلة. السودان الآن عاد انتشاره. قبل يومين حضر مستشار رئيس حكومة جنوب السودان، وتحدث عن لقائه مع البرهان، الذي قال بأربع شروط، منها أولا أن تنسحب أثيوبيا من الأراضي السودانية، وأن يعاد إلى اتفاقية 1902، وأن يعترف بأن إدارة المنطقة الحدودية هي للسودان. في حديثنا مع مسؤولي رفيعي المستوى من الخارجية السودانية، تحدثوا عن أنه بعد التشاور لربما يعود السفير السوداني لدى أثيوبيا، ولربما يكون هناك شأن آخر. برأيك يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة إزاء هذا الاستدعاء؟ أعتقد أن لكل حادث حديث. هذا الاستدعاء كما قلت لك هي خطوة تعبيرية عن رفض سياسات، لذلك لا أعتقد أن سيكون قرار عودة السفير بهذه السرعة ما لم تحدث تطورات في الملفين الاثنين، ملف الحدود وملف سد النهضة. نتابع السودان على الصعيدين، في ملف سد النهضة وكذلك في ملف الحدود. هناك جولات متعددة مع الدبلوماسيين، لقاءات مع الدبلوماسيين، لقاءات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي وغيرها من اللقاءات. لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ المجتمع الدولي الآن تدخل من عدة زوايا، وأول زاوية تدخل فيها المجتمع الدولي هي الزاوية الإنسانية. أكيد الملف الأثيوبي مرتبط أيضا بملف الصراع في أثيوبيا وتدفقات اللاجئين، والآن الحكومة الأثيوبية تواجه ضغطا كبيرا جدا من المجتمع الدولي وبريطانيا ومن بعض الدول الأفريقية للمساهمة في السماح بالتعرف أولا على حجم الكارثة الإنسانية، وبالسماح لهم بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا هو التدخل أولا. ثانيا، هناك اهتمام كبير جدا بقضية سد النهضة. تعرف إنه قضية سد النهضة حتى يعني تدخلت فيها الولايات المتحدة، وكانت المفاوضات قد قطعت شوطا بعيدا، قالت التقارير أنها وصلت إلى 90% من التوافق، إلى أن أثيوبيا نكست عن هذا الاتفاق لأنها لا تريد اتفاقا ملزما أو
اتفاقا قانونيا يحكمه القانون الدولي في مسألة التشغيل، مسألة المل وتشغيل السد، لأن هذه المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة أمن مائي للسودان ومصر. أنا سأتي لتفاصيل ملف سد النهضة، لكن في ملف الحدود بالأمس رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ تنجو تحدث عن أنهم لا يريدون حربا مع أثيوبيا، وتحدث عن أنهم سيلجأوا لجميع الحلول السلمية بما فيها محكمة العدل الدولية، وكذلك هو دعا أثيوبيا إذا لم ترد التفاوض المباشر التفاوض عبر لجنة الحدود بالاتحاد الإفريقي. السودان بعض المراقبين يتحدثوا عن أنه يبحث لكل الحلول وأثيوبيا تتعنت، هل هذا الكلام برأيك هو يجانب الصواب أم؟ الحقيقة طبعا هذا هو مبدأ سوداني، أن السودان لا يريد حرب مع جار. السودان الآن يعني انتشر داخل حدوده وهذا حقه، ولا يريد، السودان لم يتوغل على حدود دولة أخرى، إذا كان يريد حربا لكان توغل إلى أبعد من حدود 1902. لذلك أعتقد أن الأثيوبيين في الملفين، في ملف سد النهضة وملف الحدود، دائما كانت السمة هي المماطلة، مماطلة دوما كانت المماطلة، وهذه كانت سمة دائمة للأثيوبيين حتى يحققوا بعض المصالح التي يرسمونها. في ملف سد النهضة أعود له مجددا، بالأمس اللجنة من وزارة الري السودانية تحدثت عن عقد عدد من الاجتماعات لبحث السيناريوهات المتوقعة من الملأ الأحادي المقبل لسد النهضة الأثيوبي. السودان بات متخوفا، لماذا كل هذا التخوف؟ وهناك حديث لأثيوبيا كذلك عن أنها مستعدة للتفاوض في كل وقت وحين. حقيقة التخوف تخوف مبرر، هذه المسألة كما قلت لك متعلقة بالأمن المائي، متعلقة أيضا بأضرار كبيرة وجسيمة جدا يمكن أن تضرب السدود السودانية مثل سد الروسيرس، ويمكن أن يعني تؤثر على مسار مجرى النهر. ونعلم أن في الملأ الأول رغم الادعاءات الأثيوبية حدثت فيضانات كبيرة وحدثت كوارث طبيعية، أكد كثير جدا من المراقبين أن سببها هو عدم التوافق على الفني على قضية ملأ السد وعلى قضية تشغيل السد. هذا التخوف تخوف مبرر جدا، ونتخوف السودان ومصر أيضا يتخوفان في المستقبل من الانفراد الأحادي لأثيوبيا من التأثير على الأمن المائي. نعم، على التصعيد على الأرض والتوترات على الأرض، الآن هناك يبدو توترات دبلوماسية، ما الذي يتوقعه في مقبل الأيام بين السودان وأثيوبيا؟ الآن الأخبار تقول أن هناك حشود أثيوبية موجودة على الحدود، وهذا يعني إنذار غير حميد. كذلك توجد حشود أريترية إن كان غرضها هي التحالف مع أثيوبيا أو لأغراض أخرى، لكن هذه كلها دلالات غير حميدة على المستوى العسكري. غير الحشود العسكرية، هناك اعتداءات مباشرة تمت على طلائع القوات السودانية في مناطق الحدود، يعني يعتدى على قوات استطلاع سودانية كما قلت لك مثل ما حصل في جبل حلاوة. الأمر الآن ينذر بخطر عميق، وأقول لأن فترة فصل الخريف الآن على الأبواب، يقول العسكريون هذه فرصة إذا كان للأثيوبيين نية للاعتداء أو نية للتحرك العسكري، لابد أن يكون في هذا الموسم قبل موسم الخريف الذي يعيق تحرك الآليات وتحرك القوات العسكرية. أخيرا أستاذ مجدي، هل يعول السودان في كلتا القضيتين على الاتحاد الإفريقي بالنسبة للحدود وسد النهضة؟ الاتحاد الأفريقي هو واحدة من المؤسسات المتوافق عليها بين السودان وأثيوبيا وكل الدول الأفريقية، ويجب أن تجد الاحترام، وهذا هو الوقت المناسب الذي يتدخل فيه الاتحاد الأفريقي لحل قضايا القارة، وتدخل الاتحاد من قبل في حل قضايا يعني أسخن من هذه القضايا. نعم، هناك يعني تعويل كبير جدا على دور الاتحاد الأفريقي ومساعدة بعض الأصدقاء من الدول والاتحادات العالمية. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مجدي عبد الحميد. شكرا جزيلا لكم، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام في هذه النافذة من العاصمة السودانية الخرطوم، والتي رصدنا فيها تداعيات استدعاء السودان لسفيره جمال الشيخ السفير السودان بأثيوبيا. إلى أن نلتقي في مساحة قادمة، تحياتي وفريق العمل من الخرطوم، وأنقل الكلمة والصورة للزملاء في الدوحة.